ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي الفرنسية مع سارة. اليوم ان شاء الله جيتكم بفعل جديد اللي هو فعل يعني متداول في الحياة اليومية ونقدر نستعمله في العامية وكذلك في اللغة الرسمية. دونك سي لو فيرب كونتي. كونتي يعني يحسب او يعد. par exemple je compte les jours pour te voir. je compte les jours pour te voir. يعني أعد الأيام لكي أراك. تاني كي نقولو كونتي بور كالكان. كونتي بور كالكان هنا يتبدل المعنى, ما تبقاش يحسب, تولي يعني تكون انت غالي على واحد. باغ اكزومبل جو كونت بوكو بور ما فامي, او جو سي كو جو كونت بوكو بور ما فامي, معناها اعلم اني أعني الكثير لعائلتي. أعلم أني أعني الكثير لعائلتي. كونتي سور كالكان. كونتي سور كالكان اللي هي أن تعول على أحدهم ولا تعتمد على أحدهم. par exemple je compte vraiment sur toi. je compte vraiment sur toi يعني أنا أعول عليك حقا. Donc, compter, on a maintenant trois معاني pour le verbe compter. Compter, يحسب أو يعد. Compter pour quelqu'un, يعني تكون يعني عزيز على واحد كيما نقولو. Compter pour quelqu'un et compter sur quelqu'un, يعني تعول على واحد. تقولي هاني نعول عليك. Je compte sur toi. نعول عليك. Je compte vraiment sur toi. وعول عليك حقا. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. جو سي كو خفيفة ضعيفة, مي بون بور لانستون ما نقدرش ندير دي لونغ فيديو كوم افون باسكو عندي بنتي صغيرة اي سا دوفيان كومبليكي باسكو لازم نوجد الدروس و تو ندير دي فوتو ديال المونتاج. سي ان بو كومبليكي مي ان شاء الله افيك لو طون جو روفياندري كوم افون ان شاء الله. Et voilà, t'as l'offre à la prochaine fois, Inch'Allah. Allez, bisous.